ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ صباح الخير. النهاردة عايزة اكلمكم مينلي على سبب من اسباب اللي بيخلي الشعر يهيش او الفريز زي ما بنقول. انا مؤمنة جدا بموضوع الفوطة. لما نيجي نبل شعرنا، لما بخرج لازم انشف شعري بفوطة مايكروفايبر تاول. ليه؟ لان هي دي بتساعد ان شعري ما يبقاش هايش. هي دي الفوطة اهي. طبعا الماتيريال بتاع الفوطه يعني مش هيظهر قوي في الفيديو، بس هي اسمها مايكرو فايبر تاول. دي بتتجاب منين؟ انا جبتها من ذا كيرلي ستوديو، بس الفوطه دي منتشره في البلد، يعني هتلاقوها موجوده في كذا حته. في منها برضو اعتقد في ديكاثلون لقطها مره، بس ان جنرال الفوطه دي موجوده. طيب ليه ما بستخدمش الفوطه العاديه؟ علشان الفوطه العاديه بتخلي شعري يهيش، بتلاقي الشعرايه قسمت نصين كده، لما بتيجي تنشفيه بيبان اكتر الهيشان بقى. ففي ناس دايما في الاول بتيجي تقول طب انا بستخدم برودكتس وانا بحط كل حاجه، بس في الاخر بتكتشف ان المشكله جايه دايما من الفوطه دي. اول حاجه عايزه اتكلم عليها. تاني حاجه، لما اجي انشف شعري اما بستخدم الفوطه حتى المايكروفايبر تاول، ما افضلش اضغط انشف جامد قوي لدرجه ان ما يبقاش بينقط نقطه. انا عايزه يكون ما بين هو ولا بينقط قوي ولا ناشف قوي، اللي هو انا نشفته جامد جدا فحتى الندى بتاعه خفيف. لا، انا عايزاه اللي هو في النص. ليه؟ لان الميه دي بتفضل، المويستر ده بيفضل موجود في الشعر، لما باجي انشفه بيطلع ديفايند اكتر او مفيهوش هيشان. لكن ما بيناشف قوي قوي وبعد كده انشفه بالديفيوزر، برضو ستيل بيكون في سنه هيشان كده. بس ده اللي عايزه اقول لكم عليه. ده بالنسبه للفوطه. الحاجه الثانيه ان انا دلوقتي هديفيوز شعري، هنشفه بقى بالديفيوزر عادي، وهوريكم الستايلنج النهائي، الشكل النهائي بتاعه. طيب يا جماعه، ده شعري بعد ما نشفته بالديفيوزر. طبعا زي ما انتم شايفين كده، الحمد لله ما فيش اي فريز، الكيرلز كلها ديفاين، شكلها حلو. طبعا ده يعني انا مش هقول ان دي الفوطه بس هي اللي عملت كده، لا اكيد طبعا برودكتس بتساعد ان الشعر يبقى كده، والاهتمام بالكيرلي هير روتين والكلام ده. بس زي ما قلت لكم الفوطه اساسيه، لانه بتفرق. انا بحس بيها لما ما بستخدمش الفوطه المايكروفايبر، بحس فعلا ان شعري الجزء اللي فوق مثلا بلاقيه هايش شويه، اللي على الاطراف هنا بلاقي برضو هايش، القصه الحتت دي. فعشان كده بنصحكم ان انتوا تستخدموا المايكروفايبر تاول دي، وجود لك ان شاء الله في الريزلتس. Thank you.